بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المباركون، هذه إطلالة تحمل تفسير سورة النصر، وهي من إطلالاتنا في هذه اللقاءات المتتابعة ضمن العنوان الأول والأكبر، وهو ذوات أفنان. سورة النصر، قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحديث عنها ذو شجون بل ماتع جدا، من أعظم ذلك ما يلي: الله جل وعلا بعث نبيه ولم يكن يصلي على وجه الأرض معه إلا اثنين، خديجة وعلي. فأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد هذان المباركان، خديجة وعلي. أبو بكر كان يوما من الدهر في جوار ابن الدغنة، قبل أن يجيره لما رآه منقلبا في هجرته، فسأله ابن الدغنة: ما الذي أخرجك؟ قال: إن قريشا منعتني أن أعبد ربي. فقال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. فرده وأعلن في أندية قريش أن أبا بكر في جواره، فوافقت قريش على أن يصلي أبو بكر في بيته، فكان أبو بكر يصلي في بيته، ثم بدا لأبي بكر أن يتخذ مسجدا فجعل يصلي وحده خارج المسجد. تقول أم المؤمنين عائشة: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فكان يبكي فيتكالب القرشيون الصبيان والنساء بعضهم فوق بعض يستمعون لأبي بكر، فأفزع ذلك قريشا فعمدت إلى ابن الدغنة وحذرته وقالت: قل له يعود فيصلي في بيته. فعاد ابن الدغنة يعاتب أبا بكر، نجم عن ذلك أن أبا بكر رفض جوار ابن الدغنة. هذه الشواهد التاريخية زادت يوما بعد يوم، هذه الأحوال زادت يوما بعد يوم، فأضحى المسلمون يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم أسلم عمر وأسلم حمزة فتغير الوضع قليلا، ثم كانت الهجرة فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي كما تعلم، ثم ما زال الأمر يتسع ويتسع، والله يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقال جل ذكره: ليظهره على الدين كله، وقال تباركت أسماؤه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ما زالت الدعوة الإسلامية تنتشر حتى كان عام الفتح. عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وجاء نصر الله الأعظم، فدخلها صلى الله عليه وسلم بعد أن أحلها الله له ساعة من نهار. العرب غير القرشيين كانوا يرقبون الموقف وينظرون كيف سيحكم الله بين محمد وقريش وفق تعبيرهم واصطلاحهم، فوجدوا أن مكة والكعبة على وجه الخصوص التي حرسها الله من أبرهة وجيشه وفيله، والعرب تعرف أن جيش أبرهة كان أقوى من جيش محمد عددا وعدة، لكنهم رأوا بأعينهم وسالف أيامهم أن الله منع الكعبة من أن يتسلط عليها أبرهة، ثم هؤلاء ينظرون ولهم عقول يبصرون بها ويرقبون بها ما بين ما يقبل وما لا يقبل، يرون أن الكعبة لا يحال بينها وبين جيش محمد، وأن جيش محمد يدخل مكة، وأن بلالا يصعد على ظهر البيت ويؤذن، وقريش لا حول لها ولا قوة، وأن محمدا هذا الذي كان يزعم أنه مجنون وأنه كاذب وأنه ساحر يفتح له البيت ولا يحال بينه وبينه ويصلي فيه ويخطب في الناس. هذا كله
ما كان من حواجز تاريخية نفسية عقلية بينه وبين الدخول في الإيمان زال واندثر. هذا معنى قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدخل الناس في دين الله أفواجا، تلك الأعداد القليلة والنزل اليسير أضحى أفواجا. ذلك الدين الذي كان المتمسكون به يخفون شعائرهم أضحوا يعلنونه، فتحقق وعد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد، وأي عبد دخل مكة يطأطئ رأسه ويقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يسند الفضل كله لله صلوات الله وسلامه عليه. صورة النصر أيها المبارك قد تفقهها أنا وأنت من اسمها أنها بشارة، هي فعلا بشارة، لكنها نعت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. مر معنا أن النبي صعد المنبر ونعى إلى الناس زيدا وجعفر وعبد الله بن رواحة، لكن هذه الصورة نعى فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن الأنبياء ما بعثوا إلا لإقامة الدين. فإذا تم النصر وجاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، كان ذلك نعيا لبقائه صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يبق إلا القليل، وهذا القليل ينبغي أن يستثمر في الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ليس هناك ذنب، لكن المقصود الزيادة في القربى، فكمال علمك ورفيع درجتك ليس كغيرك صلوات الله وسلامه عليك، لكن استثمر ما بقي في من أيامك في استغفار الله جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين يكثر أن يقول بعد نزول هذه الصورة سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. هذه الصورة بالاتفاق آخر ما نزل من سور القرآن كاملة. نعم نزلت بعدها آيات كالآية التي نزلت في يوم عرفة، وكالآية المشهورة أنها آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في آية سورة البقرة، لكن لم تنزل سورة كاملة بعد سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. نعود كما عدنا في الأول. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد كانت إرهاصات تخبر بمجيئه وأن ثمة شيء سيحدث، من ذلك عام الفيل، وما رأته أمه من نور يخرج منها أضاءت له بصرة من أرض الشام. كما كانت هناك إرهاصات لموته كانت هناك مقدمات، كما كانت هناك إرهاصات لمولده كانت هناك مقدمات لموته. هذه الصورة إحدى المقدمات. فتح مكة كان في العام العاشر في رمضان. في رمضان كذلك كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان من كل عام، والمدارسة لها ضربان: الأول أن يجلس فضلاء يقرؤون القرآن فيقرأ أحدهم ثم يقف ثم يكمل الآخر، المدارسة الأخرى أن يقرأ أحد ثم يقرأ من معه مثل ما قرأ. قد قال العلماء إن هذه هي مدارسة جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فرمضان شهر القرآن، كان مالك لا يدرس كما نقل عنه في أيام رمضان ويقول إنه شهر القرآن ويتفرق لقراءته، فجبريل اعتاد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرسه القرآن في كل عام مرة. في عام موته صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، فقال عليه الصلاة والسلام وقد فقه لما يدارسه جبريل القرآن مرتين، قال لابنته فاطمة وما أظنه إلا قرب أجلي. فكان صلى الله عليه وسلم أشعر من ربه بطرائق عديدة أن أجله قد قرب وأن وفاته قد دنت. من ذلك إنزال أو نزول سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وقلنا إن الفتح هذا هو فتح مكة وكان في رمضان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. لما قال سبح؟ تنزيه الله عما لا يليق به. والمعنى قد يظن ظان أن دخول الناس أفواجا كان بسبب
بسبب محض من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس الأمر كذلك قطعا، إنما هو قدرة إلهية وفضل رباني على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، وهذا من سنن القرآن في ذكر التسبيح. فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وترى الملائكة حافين من حول العرش، ماذا يصنعون؟ قال: يسبحون بحمد ربهم. وقال في آية غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. لاحظ أنه قدم التسبيح على الإيمان، ليس هناك تسبيح إلا بعد إيمان، لكن حتى لا يتبادر للذهن أن الله جل وعلا فقير إلى حملة العرش وإلى العرش، فجاءت الآية يسبحون بحمد ربهم، أي أن الله جل وعلا مستغن عن العرش وعن حملة العرش، بل العرش وحملة العرش ومن يطوفون حول العرش والخلق أجمعون كلهم فقراء إلى الرب تبارك وتعالى. والمقصود هنا: فسبح بحمد ربك، نزهه عما لا يليق به، وأظهر كماله وجماله وجلاله تبارك وتعالى. ثم الدعوة إلى الاستغفار، لأن الاستغفار من أعظم أسباب الرحمة. قال الله جل وعلا عن نبيه صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالسورة في مجملها نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا النعي نعيا كاملا لأن السورة كاملة. ثم النعي أخذ يأخذ طرائق أخر، منها آية اليوم أكملت لكم دينكم، ثم كأنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بشيء، فأتى شهداء أحد فودعهم واستغفر لهم، وأتى بقيع الغرقد فودعهم واستغفر لهم، ثم صدق بدنانير 9 كانت عنده، وأعتق غلمانه صلوات الله وسلامه عليه حتى دنا أجله، في الخبر المشهور والقصة المأثورة كيفية وفاته صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة المباركة سورة مدنية باتفاق، حمنا حولها قليلا وذكرنا فوائد متفرقة عما جاء فيها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا ما تيسر إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.